ما سر اللون الوردي الذي اجتاح مدينة سيدني في أستراليا؟ تساؤل قد يخطر ببالك عندما ترى هذه الصور والتي تداولها رواد السوشيال ميديا. وهذه الصور تظهر انتشاراً كبيراً للون الوردي بالمدينة لتغطي الطرقات والسيارات والمنازل وحتى المتنزهات. والإجابة بسيطة جداً، هذا اللون الوردي ما هو إلا مادة تستخدم في إخماد الحرائق وتعمل على منع انتشارها، فأي هدف تصيب هذه المادة لا يتعرض للحريق. مدينة سيدني شهدت حرائق ضخمة بالغابات، ووصلت الحرائق إلى مسافة قريبة من وسط المدينة، مما دفع رجال الإطفاء إلى رش مواد مانعة لاشتعال الأشجار والمنازل، والتي ظهرت باللون الوردي الذي رأيناه قبل قليل. لكن هذه المواد لم تستطع منع انتشار أدخنة الحرائق لتغطي سماء المدينة. أستراليا تواجه أحد أسوأ حرائق الغابات هذا الموسم، والتي بدأت قبل انطلاق موسم الصيف في النصف الجنوبي من الكرة الأرضية، وتمثل حرائق الغابات تهديداً شائعاً ومهلكاً في فصل الصيف الجاف بأستراليا. لكن حرائق هذا العام فاجأت الجميع. بالمناسبة، إحدى المناطق التي أعلن فيها عن حالة الطوارئ بسبب حرائق الغابات في أستراليا لم تشهد أي أمطار منذ 3 سنوات، وهذه المدينة تابعة لولاية نيو ساوت ويلز جنوب شرق أستراليا، لدرجة أن أهل المدينة فقدوا الأمل في أن يروا السماء تمطر من جديد. لكن مع بداية الشهر الجاري وقبل اندلاع الحرائق حضرت الأمطار، فخرج أهل المدينة إلى الشارع للاحتفال.